الإرهاب لا يعين خليفة ولا يشرع حكم، الله هو الذي يعين رسوله والله هو الذي يعين خليفة رسوله. قول الله حجة، قول رسول الله حجة، قول خليفة رسول الله الذي يعينه الرسول حجة، أما قول وعمل وتقرير الذي يفرض نفسه على المسلمين بالقوة فليس قوله حجة وليس قوله سنة. هذا المفهوم أو هذا المعنى الذي أثبته الإمام الحسين بثورته، لولاه لكنا اليوم ولكان جميع فقهاء المسلمين اليوم في ارتباك كبير وكثير، وفي الواقع لم يكن لنا دين، لأن الدين الذي لا يوجد فيه حكم من الأحكام ليس الدين. الدين مجموعة أحكام ومجموعة سنن وشرائع، فإذا ارتبكت الأحكام والشرائع وتضاربت النصوص والأعمال والأقوال الصادرة من رسول الله ومن خلفائه، إذن ليس علينا أن نأخذ بأي حكم من الأحكام، ينتهي الدين. فلذلك صار الحسين عليه السلام وهو بنفسه حدد معالم ثورته في خطبة قال فيه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، لا أريد شيئا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا ناحية. في خطبة أخرى أعلن أنه سيقتل، أنه سيقتل بشكل فظيع أيضا، ويقتل كل من معه، ولكنه ينتصر انتصارا معنويا عندما قال في خطبته وهو في مكة وقد عين المكان الذي سيقتل فيه بدقة جغرافية، كما قلنا قال: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وكأني بأوصالي تقطعها عصيان الفلوات بين النواويس وكربلاء. نواويس جبانة المسيحيين التي كانوا يعملونها في السابق ويجعلون توابيتهم أو قبورهم وأجدادهم يجعلونها صناديق من الصخر. الصناديق الصخرية التي يضعون فيها جثث الموتى، مجموعة الصناديق تسمى نواويس. منطقة كانت قرب كربلاء هي جبانة بهذا الشكل، وأيضا مكان آخر يوجد اسمه كربلاء الذي فيه قبر عون حاليا. الحسين حدد مكان قتله بهذه الدقة وهو في مكة، وكأني بأوصالي تقطعها عصيان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا. رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجر الصابرين، فمن كان باغلا فينا مهجته. الحسين يقول: الذي يأتي معي يبذل مهجته، لا ينتصر، لا يصبح واليا ولا أميرا، إنما يموت ويقتل. فمن كان باغلا فينا مهجته وموطنا على البلاء نفسه فليرحل، فإني راحل مصبحا إن شاء الله، ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. هكذا الحسين عليه السلام حدد معالم ثورته وبين أنه يذهب ليقتل حتى يكشف هوية الخليفة الباطل ويعين من هو الخليفة الحق ومن هو الخليفة الباطل. هذا المفهوم الذي كان مرتبكا في أذهان المسلمين، فيتصورون أن كل من استولى عليهم بالقوة فهو خليفة المسلمين وهو خليفة الرسول وهو خليفة الله. إنقاذ هذا المفهوم، الحسين خرج لإنقاذه، وبالفعل قد أنقذ، وبالفعل عرفنا أن الحاكم غير الخليفة، بينما في السابق كل حاكم هو الخليفة لأنه يمثل رسول الله، مهما كان الأسلوب الذي وصل به إلى مركز الخلافة ومهما كان عمله، فإن أي شيء يعمل هو عمل مقدس، وإن أي مخالفة يرتكبها فهي ليست مخالفة وإنما حكم سنة، وهو الرجل الذي يرتكب هذه المخالفات أسوة وقدوة من قبل الله على المسلم. هكذا عمل الحسين عليه السلام، ومن هنا نعلم جزءا من عظمة الحسين. إذن الحسين خرج للقتل بكل إرادته وبكل طواعية.